وأنا أقول دائما سبحان الله السفر علم ويعلمك أشياء كثيرة، ومنها سبحان الله تتعرف على عادات الشعوب ولغاتهم. يعني مثال، إذا زرنا أمريكا اللاتينية تجد أن غالب أمريكا اللاتينية تحدث اللغة الإسبانية، في المقابل تجد دولة واحدة فقط تتحدث اللغة البرتغالية، هي البرازيل اللي هي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية. فتعرف أن هذا الغزو اللي يسمونه الإسباني والبرتغالي، فكان توزيعات بينهم. عموما شو يميز اللغة الإسبانية عن باقي اللغات؟ يعني أنت سبحان الله ما تجد هذه المعلومات يمكن إلا في وأنت مسافر. يعني مرة مرات كنا في الأرجنتين فكان يتحدثون اللغة الإسبانية ما يتحدثون الإنجليزية، فكانت في معاناة. لكن شو يخدمنا نحن؟ نستخدم البرامج الحديثة في اللي هي جوجل ترانزليت، برامج اللي هي تقلب اللغة وتساعدك في الحديث مع اللغات الأخرى. عموما كان لنا موقف في أسبانيا، فأسبانيا كانت أسبانيا عفوا الأرجنتين يتحدثون اللغة الإسبانية، فما قدرنا نتكلم معهم بالإسباني، علاقتنا الإنجليزية جيدة لكن ما وصلنا لهم. فخذينا البرامج هذه، فاكتشفنا مع الحديث معهم مناقشات وسوالف ان اللغه الاسبانيه فيها تقريبا او اكثر من 4000 كلمه عربيه. تتخيل معي كلمه عربيه موجوده في اللغه الاسبانيه، منها من حيوانات البقر ما يقولوا لها كاو مثلا بالانجليزي، لا يقولها لا بقر. سكر، السكر احنا نقول السكر هم يقولوا له سكر. فانت يوم تصادف هذه الكلمات العربية يا أخي تجد فيها شيء عجيب غريب، أنك أنت تشوف لغة أسبانية لكن ممزوجة باللغة العربية. كيف وصلت اللغة العربية للغة الأسبانية؟ هذا السؤال يطرح نفسه. هذا هو أنك كيف وصل مثلا عفوا كيف وصلت الكلمات العربية للغة الأسبانية؟ هني السؤال. أنا أقول لك الجواب. الجواب الأندلس كانت للمسلمين، بعد ما فتحوها المسلمين فصارت أكثر من 800 سنة فيها المسلمين يتحدثون اللغة العربية، فالأسبان خذوا منهم كثير من لغتهم. طلعت سقطت الأندلس، بقول الأسبان على بعض الكلمات العربية. فهني ترى سبحان الله، حتى يوم زرت أسبانيا سويت تغطية خاصة للأندلس ونزلت بعض الحلقات في اليوتيوب، وجدت أن سبحان الله التراث الإسلامي موجود بكثرة، حاولوا مسحه لكن بقى على ما هو عليه، كثير من المعالم الإسلامية موجودة. عموما أقول لك من الأشياء الغريبة والعجيبة بعد، مثلا أنا كنت في البيرو في أقصى في منطقة يسمونها كوسكو، زرنا قرية بسيطة جدا، اكتشفت أن فيها مسلمين، فيها تقريبا 70 عائلة مسلمة. فكنت أسولف وياهم، كان واحد منهم جزاه الله خير مسوي شقته مسجد. فالسفر يجد لك ناس مرات أنت ما تتوقع. سبحان الله حطيت الموضوع في تويتر وكان له تفاعل أكثر من يعني 100,000 مشاهدة فيه، وكان قوي جدا. قدرت توصل رسالة لمئة ألف شخص عن شخص ما عنده مسجد، لعل وعسى بنوا مسجد وصار حالهم أفضل أفضل. فأقول لك السفر مرات أنت تنقل صورة حلوة جميلة جدا. وبعدين لا تنسى شغلة دائما أقول على نقل الصور، طبعا العادات والتقاليد كثيرة في العالم، منها مثلا زرنا في نيوزيلندا ترى الشعب الماوري، الشعب الماوري شعب غريب عجيب، كانوا الأجانب يقولون عليهم أنهم شعب يأكل البشر، وهو غير صحيح في أكل البشر، لكن كانوا يتعمدون الوحشية حتى أنهم يطردون الغزاة الأوروبيين منها. من عاداتهم الغريبة والعجيبة أن إذا جاء يسلم عليك يسلم عليك بالخشب. أي سلامنا نحن، إذا يسلم عليك قابلك يسلم عليك بالخشب. فأنت تقول شو هذه؟ يقولك هذه عادتنا الأصلية للشعب الماوري في نيوزيلندا. فشوف أنا أنقل لك الحين من نيوزيلندا أقصى الشرق، أنتقل لك فجأة إلى وين؟ أقصى الغرب اللي هو مثلا تشيلي. تشيلي نحن كنا بنقدم عليه الحمد لله فضل من الله عز وجل، الحين جوازنا الإماراتي واحد من أفضل الجوازات في العالم، بسبب ان وزاره الخارجيه ولاة امر جزاهم الله خير شغالين يعملون عمل جبار في الجواز يخدمنا. فتشيلي في السابق يوم كنت بسافر تشيلي قبل 3 سنوات قدمت الفيزا التشيليه، طلبوا مني حسن سيره وسلوك وشهاده اني ما عندي مشاكل في مراكز الشرطه. فانت تتعجب، امريكا اللاتينيه قاره المخدرات والمشاكل والفقر والعصابات والثورات، جيفارا، بابلو اسكوبار، ناركوس، بعدين يجي يقول لك حسن سيره وسلوك، يقول سلامات يا اخي، انتوا تطلبون حسن سيره وسلوك؟ لكن يوم زرتها قبل اسبوعين اكتشفت فعلا ان تشيلي اغنى دوله في امريكا اللاتينيه، تشيلي اكثر بلد منظم في امريكا اللاتينيه، فالبلد جدا حريص على زياره الاشخاص له واختيارهم. فالسفر هو اللي يعلمك. في بعض الاشياء مرات بعض الحيوانات تعرف انها تعيش في المكان وتعرف انها ما تعيش في المكان بسبب التضاريس. بعض الحيوانات مثل الفرق بين حيوان اللاما وحيوان الباكا الشهير جدا في امريكا اللاتينيه. كنا نمشي في جنوب البيرو فشفت حيوانات من بعيد، فقلت هذه شو الحيوانات؟ قالوا هذه لاما. قلت كيف؟ قلت لاما واحنا ما وصلنا لها من بعيد على مد البصر.
قالوا لنا نحن في 3000 متر مربع عن سطح البحر مرتفعين، حيوان اللاما يعيش في هذا المستوى، وحيوان الباكا يعيش في 4000 متر فوق سطح البحر، فإذا كنا نحن فوق سطح البحر 4000 في الجبال، إذا شفنا حيوانات بعيدة عرفنا أنها باكا. فبعض المعلومات ما تأخذها إلا من مصدرها، فلذلك أقول لك السفر علم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.